لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. نسألك قلبا تقيا نقيا من الشرك، نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا. ونسألك صحة إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. وكما دعوناك لأنفسنا، ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وعلمائنا وآل بيت نبينا وحفاظ كتاب ربنا وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. تكلمنا بالأمس على الحديث 68، وهو حديث جواز بكاء الرحمة على الميت، وأنه ليس من نوع بكاء الجزع وعدم الصبر أو عدم الرضا بالقضاء، بل هو رحمة وضعها الله في قلب العبد، فهو تحقق بضعف العبودية وافتقارها إلى مولاها. والحديث مروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري بإسناده في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قبض، فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته. قال: كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقفنا على قول المصنف الشارح، وفيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص، لقوله عليه الصلاة والسلام: بأجل مسمى، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فكل شيء بأجل عند الله، لا شك في هذا. يا الله، وهنا إشارة، وهي أن أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم، وإن ردوا. يعني النبي ما راح لهاش أول مرة، لكن النبي وإمام أهل الفضل، فما يأستش أنه ممكن يجي لها لو ألحت عليه. يعني أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضله. ستنا زينب بنت النبي لما بعتت له
فالنبي أراد أن يبين أن الإجابة في مثل هذا الموقف ليست واجبة، فأرسل إليها يعزيها، فهي لم تيأس من أنه يجبها لأنه هو إمام أهل الفضل، فأقسمت عليه لا يأتينها، فرحلوا تاني. وعشان كده بيقول إشارة أن أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردوا، يؤخذ ذلك من ردها الرسول ثانية بعدما امتنع عليه السلام من المشي أولا، هذا طمع في فضل مخلوق فكيف في فضل من ليس كمثله شيء. وعشان كده لا يمنعك سرعة الإجابة في الدعاء أن تيأس من إجابة مولاك، فعليك أن تلح، لأن الله يختار الوقت المناسب لإظهار الإجابة، فهو ما ألهمك إلا ليعطيك، ولكن هو يختار الوقت المناسب. فإذا كنت لا تيأس من مخلوق من أهل الفضل فكيف تيأس من الله؟ فيكون الله من باب أولى، لأنه هو الذي خلق هذا الفضل وأظهره، فكيف في فضل من ليس كمثله شيء. وربنا يقول واسألوا الله من فضله، إن الله بكل شيء كان بكل شيء عليما. ولذلك جاء عنه جل جلاله أنه يدعوه العبد المذنب فيعرض عنه، ثم يدعوه فيعرض عنه، ثم يدعوه فيقول جل جلاله ملائكتي أما ترون عبدي يعلم أنه ليس له من يدعو غيري، أشهدكم أني قد غفرت له وقبلت دعاءه. وعلى شكل إلزم الباب حتى يفتح، تلزم باب مولاك حتى يفتح، فلا تيأس، فقد تيأس فتتركه فيفتح وأنت لست أمامه، ولذا لا تتركه، الزم باب مولاك حتى تلقى الله. فقد يؤجل إجابة دعائك للآخر، لكن هو استجاب، استجاب، لأن قال دعوني أستجب لكم. وعشان كده سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم السؤال أو الدعاء، لأن الإنسان قد يدعو بشيء يضره، لكن هو ربنا هيجيب هيجيب، فعليك أن تحسن الدعاء وتجمل في الطلب حتى لا تختار ما يضرك دون أن تشعر. وقوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فيه من الفقه جواز المشي إلى المأتم بغير إذن بخلاف الوليمة. أنا بدعوك لوليمة عندي، فما يصحش تجيب معك ناس من غير ما تستأذن، ده في الوليمة، لأن يمكن أنا عامل المكان معد إنه يقابل عدد معين من الناس، فما تجيش أنت معاك وتجيب لي جيش معاك، لأن الوليمة فيها طعام ومكان معد. إنما العزاء مش محتاج أكل ولا شرب ومش محتاج مكان ضيق، فمش محتاج الإذن. يعني لو أنت رايح تعزي ممكن تروح بعدد كبير من الناس دون أن تستأذن من تعزي، أما في الوليمة لا بإذن. فيه من الفقه جواز المشي إلى المأتم بغير إذن بخلاف الوليمة، يؤخذ ذلك من مشي هؤلاء معه صلى الله عليه وسلم ولم يستدعهم ولا هم أيضا استأذنوا. يعني لو هم قالوا للنبي نيجي معك ولا بعتوا رسول لستنا زينب ممكن نيجي مع النبي ولا لا؟ ولا حاجة، ده هم النبي مشي هم مشي معه، فدليل ان هذا مستقر عندهم من الفقه ان الذهاب للعزاء لا يحتاج لاذن. وفيه دليل على تعظيم الصحابه رضوان الله عليهم له صلى الله عليه وسلم، يؤخذ ذلك من كونه لما قام هو صلى الله عليه وسلم قام معه من كان هناك تعظيما له عليه السلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بامره ورايح مشوار، من عظمه النبي في قلوبهم حبوا ان هم يشاركوا النبي في هذا، فلا يتركوه يذهب وحيدا صلى الله عليه وسلم، وده لتعظيمه وتعظيم خطواته صلى الله عليه وسلم. ما يقولش دي امر عائلي بقى، ده هو رايح يزور بنته مالناش دعوه، ما كان ممكن يقولوا كده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كل امر له ولو خاص يخص كل الامه، لان النبي هو الامه كلها، فما فيش حاجه اسمها خاص. شوف انت بس لما حصل خلاف بين النبي وبعض زوجاته عشان الغيرة، يقوم ربنا يقول ايه؟ انت توب الى الله فان الله هو مولاه وصالح المؤمنين، فان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل
وصالح المؤمنين والملائكة، الأكوان كلها، عشان أمر متعلق بالنبي وزوجاته. فهمت ازاي؟ فما نقولش بقى ده أمر خاص، فكل ما يخص النبي يخص الأكوان، لأنه أصلا إمام الأكوان، إمام الحضرة، روح الأرواح وسر بقائه صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده الصحابة كانوا يدركوا هذا، ما قالوش مثلا ده رايح لبنته بقى وعندها ابنها مريض مالناش دعوة، كل واحد يروح مصلحته. لا، ده مشوا مع النبي مهتمين، فما يهم النبي يهم كل الأمة. ده كل ده تشعره من إيه؟ من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منه أنه لا يسمى من الجمع إلا أعيانه، وذلك من الاختصار والإبلاغ في الفصاح. ويؤخذ أيضا أنه هو قال لك أسماء بعض اللي راحوا مع النبي مش كلهم، من باب إيه؟ الاختصار، واكتفى بالأعلام المشهورين، ومش شرط يعني أنه هو يقول كل الأسماء يعني. لأن قال في الآخر ومعه رجال، بعد ما قال لك أسماء بعضهم ذكر. يؤخذ ذلك من كونه سمى الأربعة لمكانتهم وأجمل الباقي بلفظ رجال. وقوله ورفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفع هنا احتمل معنيين، أحدهما أن يكون بمعنى كشف له عنه، كقوله عليه السلام ورفع لي البيت المعمور، أي أظهر لي، لما سألوه في صبيحة الإسراء والمعراج مش مصدقين كفار قريش، قالوا طب اوصف لنا بقى البيت، والإسراء كان بالليل ومفيش مفيش كهرباء يعني، ما ده سؤال تعنت، ده ممكن يبقى راحوا في الليل حقيقة وما يعرفش يوصف، لأن هو الهدف مش إن هو يتثبت إن البيت فيه كم باب وكم شباك، ده هو الهدف إنه يقابل الأنبياء ويصلي بيهم وبعدين إيه؟ يعرج. وإحنا مثلا عملنا عمرة كم مرة في عمرنا؟ كتير، ورحنا حجنا الحمد لله كتير. لو حد قال لك طب أوصف البيت الله الحرام فيه كم باب بتفاصيل الأبواب وكم عمود، ما تعرفش الجد مع إنك رحت، لكن هو سؤال تعنت من قريش وخلاص، من كفار قريش، يقولوا طب اوصف لنا بقى بيت المقدس. فأمر ربنا سبحانه وتعالى علشان يعني يرفع قدر النبي وشأنه أمام الناس ويقيم الحج عليه، رفع له إيه؟ البيت المقدس. فنظر إليه وابتدى يوصفه لهم، غرب كذا وشرق كذا وشمال كذا وجنوب كذا وفي كذا باب وكذا شباك، كأنه شايف، فقهرهم بصدقه، ما بقاش عندهم بقى ايه، وهم عارفين انه ما راحش اصلا قبل كده، هم عارفين سفرات النبي كانت معدوده ومعروفه، سافر امتى وراح فين، ما جوزت بصره، وبصره دي في الاردن، وبيت المقدس ده هناك في فلسطين شمالا لسه، هم عارفين كل حاجه. فعلشان كده المفروض انه كانوا يصدقوا، لكن التعنت. وقال برضو ان رفع عليه البيت المعمور في المعراج، انه ظهر له البيت المعمور اللي بتحج الملائكة، رفع عليه يعني ظهر لي، يبقى رفع عليه يعني معناه ظهر لي. والثاني، المعنى الثاني ان يكون بمعنى وضع في حجره، ممكن تقول حجره وحجره، الاثنين لغتان صحيحتان، لكن المصريين يحبوا يكسروا الحق، يقول لك حجره، دي لغة المصريين وهي فصيحة، فهي فيها لغتان بفتح الحاء وكسرها، اختار المصريين الكسر واستعملوه في لغته، يقول لك حجره. لكن في اللغة الأشهر في اللغة حجره فتح الحاء، فالمصريين لغتهم فصيحة أيضا، فما تقول حجره تمشي. من قولهم رفعت زيدا إلى الفراش، أي جعلته عليه واحتمل معا، يعني احتمل معا إنه رفع عليه يعني ظهر لي فأخذه وضعه على حجر صلى الله عليه وسلم. ونفسه تتقعقع كأنها شن، الشن هو الزق البالي، إذا بلي يتقشر ويتشقق، عارف أنت لما تبقى قربة جلد وتبقى قديمة، ومن كتر ما بقيت قديمة وجافة اتقشرت، وتيجي تمسكها تزقزق كده وتعمل صوت، او الصوت ده اللي هي ونفسه تتقعقع كانها شن. فهمت؟ ادي التشبيه يعني. ولا يطلق شن الا للقربه القديمه، تقول شن، شن معناها قربه قديمه. فهمت ازاي؟ ما تنفعش توصف قربه تكون جديده وتقول عليها شن، يعني لازم تكون قربه وباليه.
فمن يأخذه يجد له صوتا من كل نواحيه. فشبه ذلك السياق الذي كان يسوقه الصبي لشدته وكثرته بصوت هذا القرب البوالي، هذه القرب البوالي التي لا ينفصل عنها ذلك الحال. وفيه دليل على أن شدة الموت وخفته ليس فيه علامة على السعادة ولا على الشقاوة. يؤخذ ذلك من كون هذا طفل لا تكليف عليه، يعني طاهر، وبالرغم من كده كان يعاني من شدة خروج الروح. فيبقى شدة خروج الروح ليست علامة على إن ده إنسان فاسد أو إنسان صالح. واضح؟ ربنا ستر للعبد لآخر لحظة عشان محدش يقول عليه مش عارف، تقدرش تحكم تقول إيه ده راجل فاسد، عشان شوف روحه كانت بتطلع بصعوبة إزاي. فهمت؟ ده ممكن روحه تطلع بصعوبة وهو من كبار الأولياء، وممكن تطلع روحه بصعوبة وهو من كبار الفجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجاء موت الأنبياء وموت الصالحين وموت الفجار. يعني ربنا ما جعلهاش علامة، يعني واحد ممكن يموت فجأة وبسهولة كده. فممكن يبقى ده فاجر، وممكن يبقى من كبار الأولياء، وبعض الأنبياء ماتوا فجأة زي سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، مات فجأة بدون أي معاناة، هو قاعد كده فجأة لو مات. ونبينا كان يمسح على جبهته في الموت ويقول اللهم خفف عني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وعانى وقال لبنته فاطمة لما بكت وشايفة أبوها يعاني من خروج روحه وأفضل الخلق ولم يعص ربه قط ولا في لحظة ولا في خطرة حتى، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم لما قالت وكرب أبتاه. فيبقى المسائل كلها مبناها الستر، ربنا ستر العباد. فيه دليل على أن شدة الموت وخفته ليس فيه علامة على السعادة ولا على الشقاوة. يؤخذ ذلك من كون هذا طفل لا تكليف عليه وهو يشدد عليه، بل هذه حكمة استأثر بها الله تعالى. والحكمة معناه حجاب الأسباب، يبقى الحكمة هو حجاب الأسباب عن الحقائق، فيحجب الحقائق بحجاب الأسباب. فعالم الحكمة هو اللي احنا عايشين فيه، عالم أسباب، واخد بالك؟ فهو عالم الحجاب، يسموه عالم الحكمة أو عالم الأسباب أو عالم الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في موت الفجاءة إنها تعجيل لأحد الدارين. تعجيل إذا كان فاجر يبقى تعجيل على النار، وإذا كان صالح تعجيل على الجنة، يعني معناها مش علامة على حاجة. واضح؟ وقد أخبر عليه السلام أن المؤمن تبقى له منزلة لم يبلغها بعمله، فيشدد عليه الموت حتى يبلغ تلك المنزلة. يعني ممكن يبقى واحد مقامه عند الله عالي مدخره له لسر في قلبه معين، لكن عمله ما وصلش انه يوصله المقام، يقوم ربنا يشدد عليه في مرض وفاته وعند طلوع روحه عشان بالمعاناة لهذه يرفعه لمقامه ودرجته. وقول وفاضت عيناه يريد عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموعه المباركة بغير صوت، وتلك الدمعة هي دمعة الرحمة كما أخبر هو صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ هنا من الفقه وجوه، منها أن من أدب الدين أن يكون كبير القوم والذي يستفتح الكلام أولا. سعد بن عبادة كان أكبر واحد وزعيم قوم، بل كان هو خطيب قومه أصلا، خطيب الأنصار، فلما حبوا يسألوا سابوا كبيرهم اللي يسأل، مش فوضى هي بقى كل من هب ودب يسأل ما يلقش. فهمت؟ لكن في أدب نقدم الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لكل ذي فضل أو لعالمنا حقه أو لكل ذي فضل حقه. واضح؟ فدي أداب عند المسلمين، لكن العلمانية قائمة على النسبية، والنسبية إن كل شيء غير مقدس. فهمت إزاي؟ يعني العلمانية إحنا نقول العلمانية العلمانية العلمانية، الناس مش واخدة بالها يعني إيه العلمانية؟ إن كل شيء نسبي مفيش مطلق. واخد بالك؟ يعني مفيش أدب، يعني اعمل اللي أنت عايزه، لا تتقيد بضوابط عشان تبدع. لأن منشأ العلمانية أصلاً إن القيود الكنيسة في أوروبا، لما مسكت أوروبا بقيود الكنيسة لم يتقدم أي بحث علمي، ولم تتطور أوروبا ولا الحياة،
أول ما انفلتت أوروبا من قيود الكنيسة، حصل انفلات من الضوابط، حصل نهضة صناعية. فهمت إزاي؟ فقالوا آه، يبقى هذه القيود بتمنع النهضة، يبقى الأحسن لن نتقيد، يبقى خلوا كل حاجة نسبي. أدي منشأ العلمانية، منشأها كده من أوروبا. فهمت بقى؟ وجم بعد كده استوردوها وإيه؟ وجابوها لنا في بلادنا. لأن أصبح العالم كله في زمن العولمة كالقرية الواحدة. فما من داء يحدث في أي بقعة إلا وتلاقيه في كل بلاد الأرض. كأن بلاد الأرض كلها بقت قرية واحدة. يبقى إحنا في علمانية وعولمة. علمانية يعني كل شيء نسبي، فلا ضوابط، امشي على حل شعرك بلغة المصريين، واخد بالك ازاي، دون مراعاة الضوابط. وبدأت هذه عدم مراعاة الضوابط دي في سلوكيات الناس من الأول. كان زمان مثلا عيب قوي إن الواحد يأكل وهو ماشي. دلوقتي المطاعم اتفتحت في بلاد المسلمين والناس تأكل وهي ماشي. لكن كان أيام أجدادنا عيب قوي، ازاي تأكل وأنت ماشي؟ وكان زمان وإحنا أطفال صغيرين عيب قوي الراجل يمشي يندغ لبانه. بقت الناس تندغ لبانه والرجالة تندغ لبانه. كان زمان مثلا عيب قوي تبقى قاعد كده وقدام حد كبير وتحط رجل على رجل كده، صح ولا لا؟ ودلوقتي بتلاقي انت مثلا المذيع من دور بنت اللي مستضيفاه، يعني اللي بتستضيفه ده راجل كبير في السن ويمكن استاذ كبير، وتلاقي قاعده بتساله عامله كده. يبقى ايه اهي، دي اثار بقى ايه، علامات العلمانيه، ان ايه كل واحد يعمل اللي هو عايزه، مفيش، ما يتقيدش بالضوابط ولا بالاداب. فظهرت الأول في السلوكيات، ثم بعد ذلك سلوكيات الأكل والشرب واللبس، ثم بعد ذلك النكاح. فقال لك إيه يعني، ما الراجل يتجوز راجل، إيه المشكلة يعني، والست تتجوز ست، إيه المشكلة يعني. وبعد كده نشأ التاني، بعد كده تطورت، قال لك ما فيش داعي للأسرة ولا قيود القرابة، عيش على حل شعرك كده. شوف الحيوانات، هو الحيوانات لما بيجوا يخلفوا بيروحوا يعملوا عقد ولا بتاع، ماشيين كده براحتهم، خليك حيوان. اهي دي طريقة العلمانية. والحاجات دي كلها معمولة على فكرة في اوروبا، هم عايشين كده، عايشين كده. يعني اولاد الاسر في اوروبا قليل جدا، بل اولاد الزنا هم الغالبية العظمى. يعني معظم اوروبا وامريكا اولاد زنا، حملت امهاتهم بيهم في الحانات وتحت تأثير الخمور بلا اي عقد شرعي. فهمت ازاي؟ فهم عايزين يعملوا لنا كده في بلادنا برضه. كل دي ايه؟ مش عايزين ضوابط، حتى ضوابط علاقة الرجل بالمرأة بلا ضوابط. عايز يقطع الضوابط في كل حاجة. فهمت؟ حتى طريقة أكلك، طريقة شربك، طريقة لبسك، ثم طريقة علاقاتك الاجتماعية يقطعها، كل ده عشان يبقى كل حاجة بقى ايه؟ أدي معنى العلمانية الحقيقي، المعنى الحقيقي. اللي هي النسبية المطلقة. مفيش مطلق. مفيش مطلق، بل الحق هو ما تراه أنت حق. مفيش حق مطلق. انا من وجهة نظري ده حق، خلاص مش مهم بقى انا ايه ادور على الحق المطلق، طالما انا مقتنع انه حق خلاص اعيش ان ده حق. يعني معناه لا استفيد بخبرات غيري، فقد ارى انا الحق، ويطلع مش حق يطلع باطل، فلازم استفيد بخبرة غيري، اخد رأي العالم واخد رأي الكبير. وكان زمان يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير، العلمانية يقول لك لا انت الكبير، انت كبير نفسك، انت الكبير، ويعملوا لك مسلسل يقول لك الكبير. فهمت ازاي؟ كل دي علامات العلمانية في سلوكيات الناس وفكرها. فهمت ازاي؟ تيجي حتى في أفلام، في تمثيليات، في ثقافات، في عادات، في مش، ادي معنى الايه؟ العلمانية. والعلمانية اللي انتشرت في بلاد المسلمين لأننا في عصر العولمة، فالعولمة ان يصبح العالم كله. ادي التعريفات عشان ما تتلخبطش كتير، يقول لك علمانية، عولمة. ايه الفرق؟ ما هما حاجة واحدة. العولمة معناها بقينا قرية واحدة. والعلمانية هي النسبية المطلقة لا تتقيد بضوابط. حتى اللغة يقول لك مش عايزين نتقيد بضوابط اللغة. عشان كده في الحداثة وما بعد الحداثة في اللغة، والمدرسة التفكيكية والمدرسة غير التفكيكية والشغلانة دي، فيريدوا حتى لا يتقيدوا بضوابط اللغة ولا بالمعاجم. اللغة زي ما أنت عايز تسمعها وتستعملها استعملها. اهي دي كلها مظاهر للعلمانية. فالعلمانية هي النسبية المطلقة في كل شيء، فلا يوجد حق مطلق، ولا يوجد خطأ مطلق، ولا يوجد جمال مطلق، بل الجمال هو ما ترى انت جميل. فهمت؟ فقد ترى انت
ان الشيء ده جميل والتانية يرى قبيح، وعشان كده اصبحوا يعني، كنا زمان مثلا يقول لك اما تلبس كرافته لازم تبقى الكرافته فيها من جنس لون القماش بتاعك. العلمانيه في اللبس ايه؟ تلبس الوان متناقضه ملهاش علاقه ببعضها حتى في اللبس، عشان لا تتقيد حتى بضوابط راحه العين. في الموسيقى يطلع النشاز والضرب الضرب الضرب، كان زمان الموسيقى دي تلاقي حاجه تهدئ الراحه ليها كده، والموسيقيين بيعود لهم يسمع النشاز الحاجه اللي طالعه كده. دلوقتي كل الموسيقى في العلمانيه كلها نشاز، فهمت بقى ازاي؟ فكل حاجه دخلت في كل حاجه، حتى في الشعر، حتى في الايه، في الاغاني، يعني دخلت في كل حاجه، حتى في مناقشه ايه قواعد الشريعه والضوابط والاداب. ويطلع لك ناس من المسلمين يقول لك يعني هو الاسلام ان انا ادخل دوره الميه برجل اليمين ولا الشمال واخرج منها بالشمال، ويتريقوا على هذا لان دي كانت اداب بنتعلمها. هو مش عايز يتقيد حتى بالاداب، فهمت بقى ازاي؟ تبتدي العلمانيه تدخل في كل نواحي حياتك، هي دي المصيبه. لكن المدارس اللي هي القران والسنه، عشان كده النبي يقول لك ايام الفتن عليك ايه؟ بالقران والسنه، يعني خليك مع الضوابط، اوعى تتركها. هتطلع لك نعرات تقول لك لا تمشي مع اي ضابط، الضابط هو ما تريده انت. فهمت؟ الضابط هو كل ما تحبه انت، هو ده الضابط، الضابط هو نفسك. اللي انت شايفه حلو دلوقتي هو ده الحلو، اعمله. ايه اللي يمنعك يا اخي؟ هو انت هتعيش مرتين ولا ايه؟ فكل بدون ضوابط، لدرجه حتى ياتي وقت يجامع الرجل المراه في قارعه الطريق. ويقول لك ايه يعني يا اخي، ما عادي، ما الحيوانات كلها بتعمل كده. حتى اللبس يقول لك اللبس قيود يا اخي، برضه بيضايق كده. اقلع هدومك وتطلع نوادي العراف في اوروبا والحاجات دي كلها، وتبص تلاقي اللي يعملوا الموضه يعروا بقى الستات ويعروا الرجاله، لدرجه ان تطلع موضه في الرجاله يبينوا غيارهم الداخلي عشان قطنيل بقى، عايز يبين القطنيل. كل دي ايه؟ مع ان الغيار الداخلي ده يغطي العوره، يعني يستر، يعني الواحد يتكسف لو هو بان. لا، يقول لك ليه تتكسف؟ ما تتكسفش كمان، مفيش حياء. اللي انت عايزه اعمله. فهمت بقى؟ تشوف التطورات العلمانيه في كل نواحي الحياه، لحد ما وصلت العلمانيه بقى في السياسه. فاصبحت اعتصامات في الشوارع، ومحدش عاجبه اي حد، وكل ما يجي رئيس يطلع اسوأ من اللي قبله ومش عاجبنا، وما يبقاش في استقرار. يبقى تؤدي العلمانية في النهاية إذا دخلت في السياسة كمان إلى عدم الاستقرار، فتبدأ الأول بسندوتش من المطعم تاكله في الشارع، وتنتهي في الآخر يسقط يسقط النظام. يعني يسقط النظام يعني إيه؟ تحيا الفوضى. فهمت إزاي؟ شفت بقى الخطورة اللي إحنا عايشين فيها؟ يوم يقول لك في زمن العولمة والعلمانية عليك بإيه؟ بالكتاب والسنة، يعني ارجع للضوابط، لأن العلمانية تريد أن تتحرر من كل ضابط، فترجع للنصوص. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. شفت بقى كلام النبي؟ علشان كده احنا في زمن تهتم جدا بمراعاة الآداب الموجودة في القرآن والسنة، حيث أنه يريدك أن تنفلت منها. شفت قد ايه يريدك انك تنفلت منها انفلات. فناخد بالنا من الحاجات دي. وعلشان كده الصحابه ما كانوش لسه في عصر العلمانيه، فكانوا مؤدبين، فلما حبوا يسالوا النبي سابوا كبيرهم اللي يسال، لان من الادب نقدم الكبير، هو اللي اتكلم الاول. لما حصل مشكله ايام الصحابه بين اتنين كده، فجم يحكوا للنبي، فابتدى الاصغر يتكلم، فالنبي قال له يكبر، يعني خلي الكبير هو اللي يتكلم الاول. شفت بقى؟ دي ضوابط. يبقى ما نخش في موضوع نتكلم نخلي الكبار، لكن الوقت الشباب هو اللي يقود الثوره، وهو مش عارف ايه، ويقول لك شباب مش عارف ايه وشباب ايه وشباب ايه، وعايزين يبقوا هم منهم الوزراء، وهم قليل الخبره في الحياه. ويبقى كمان الشيوخ دول زحوا، لان دول عندهم قيود وضوابط تمنعهم ان هم يعملوا اي حاجة بلا ضابط، واحنا عايزين نشتغل بلا ضابط. فاصبحت سياسة ردود افعال وليس سياسة استراتيجية لها
ايه نفس طويل، فاصبحت السياسه هي عباره عن ردود افعال. شفت بقى الخطوره كلها؟ كل ده جاي منين؟ ان قالوا سيدنا سعد بن عباده سابوه هو اللي يسال. يبقى عقولهم ما كانتش لسه العلمانيه وصلت لهم. كانوا عايشين على الضوابط والاداب اللي موجوده حتى في ريف مصر لحد دلوقتي. يقول لك يا ولد عيب ازاي تقعد قدام عمك؟ فهمت ازاي؟ يعني لو عمك داخل وانت قاعد لازم تقف. لكن العلمانية تدخل في الوهابية يقول لك لا تتمثلوا قياما لأي واحد. يمنع، يقول لك لا ايه ده؟ ما انت هتقدس الأشخاص. ويعملها ويجيب لها دليل ديني وهي أصلا ليس لها من الدين شيء، بل ليس منا من لم يوقر كبيرا. ويعترضوا على ان احنا لما كنا اطفال يدخل المدرس يقول الفصل كله يقف، هم يعترضوا، لان بنتعلم الادب ان الفصل كله يتادب مع اللي بيعلمه يدرسه. تقوم يطلع جيل يبوق في المدرس اللي بيعلمه. ونسمع دلوقتي في الحوادث ان الطلبه في ايام الامتحانات يغش ويجي المراقب يقول له ما تغشش، يقوم يضربه، يضرب المراقب. مش بتسمعوا الحاجات دي كلها ولا لا؟ كل دي علامات ان ما بقاش في ضوابط. فادي المساله، فلا بد ترجع للاداب عشان تقاوم، والا لو استسلمت لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزه بالقزه، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، ولو جمع الرجل امه لاستحسنتم ذلك. في حديث كده في روايه. فهمت بقى؟ يبقى النبي لما قال لنا الكلام ده قال لنا الكلام ده عشان يوعينا، عشان نفضل محتفظين بضوابطنا وبنصوصنا. فهمت بقى المسألة؟ المظاهرات، المظاهرات يعرفها الإسلام، النبي أمرنا بمظاهرات، هو أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قال تظاهروا، اعتصموا، باتوا في الشوارع، صلوا في الشوارع المطروقة، ومنعوا الناس إنها تمر، واقطعوا الطرق، كل دي كبائر، قطع الطرق كبائر، منع الناس من المرور دي كبائر. الاعتصام في الشوارع والتبول في الشوارع والصلاة في الشوارع، كل ده ما يعرفوش المسلمين لأنه عندهم ضوابط. يقعد يأكل في الشارع ده ما يعرفوش المسلمين لأن الأكل عور. فهمت بقى إزاي؟ مين اللي عمل مظاهرات عشان يغير بيها المنكر؟ أول من عمل مظاهرات في التاريخ عشان يغير المنكر كانت الثورة الفرنسية، يعني الأجانب، يعني سلفهم الصالح فيها هو سلف طالح. فهمت إزاي؟ فأصبحت الحكاية كلها، لدرجة ان لما تيجي تتكلم على مثل هذه الاحكام في هذا الزمان الناس تستعجب لها، يقول لك يعني نرضى بالظلم؟ لا، ما بقولكش ارضى بالظلم، لكن قاوم الظلم بطريقة اخرى، لان المسألة ليست اسقاط نظام، بل المسألة هي ان تثور على نفسك وعلى اخلاقك السيئة فتبني نفسك بناء محكما، فساعتها النظام يتغير الى احسن مباشرة، لان احنا اللي بنعمل النظام واحنا اللي بننفذ النظام، والدستور احنا اللي بنوضعه واحنا اللي بننفذه، فلو احنا فاسدين هننفذه فساد. وعشان كده الثورة الحقيقية تكون على النفس. وعشان كده الرسل لما جم ما جوش قالوا يسقط النظام ابدا، ده قعدوا مع الناس يربوهم ويعلموهم، بدأوا بالانسان، فلما بنوا الانسان تغيرت صورة الحياة. ما بدأوش بالنظام يخسروه، ده بدأوا بالانسان فتغير كل شيء من خلال الانسان. فهمت بقى الطريقة؟ فلما تيجي تقول للناس في هذا الزمان مثل هذا الكلام يقول الله ده عالم سلطة، ده عايز نرضى بالظلم، وما يفهمش وجهة نظرك البعيدة. لما بقولكش اقبل الظلم، لكن انت لما تكسر الظلم والناس غير مؤهلة هيجي واحد أظلم بعديه، لأن هيجي واحد من الناس، والناس دول ايه؟ مش متربية. ولو جاء واحد حتى صالح لا يجد على الخير أعوانا. يعني احنا لو قلنا جدلا، فرض جدلا، ان الدكتور محمد مرسي رجل صالح حافظ القرآن يريد الصلاح والإصلاح، كان لا يجد على الخير أعوان، صح ولا لا؟ لأن المشكلة مش انك تحصل على السلطة. هم طول عمر الإخوان يقول لك احنا ناخد السلطة عشان نصلح. طب ادي خدت السلطة ما عرفتوش تصلحه، ليه ما عرفتوش؟ لأن الإنسان نفسه غير صالح لأن ينصلح، لم تجدوا على الخير أعوان. فهمت بقى المسألة؟ يبقى نرجع للمنهج النبوي، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نرجع للتربية تاني على مستوى الأفراد. بيقول لك بس ده شيء طريق طويل، فنعرف إن المدرسة الصوفية هي المدرسة الحق في المسألة دي، لأنها بتربي الأفراد، فيخرج من الأفراد الحاكم اللي عارف أمور دينه، ويخرج الموظف الأمين، ويخرج
الإنسان اللي يسهل قيادته واللي ما يحتاجش رقابة تراقبه علشان يبقى أمين، بقى بيراقب ربه بحيث لو عرضت عليه زينة الدنيا ما ياخدش إلا حقه ولو لم ينظر إليه أحد. يبقى المدرسة الصوفية في تربية الناس والبدء بالإنسان هي أصدق المدارس في زمن العولمة. فليس إنك أنت تغير نظم، لأن هتغير نظم هتأتي بناس غير مربين وغير متربيين وغير مربين، ولو طلع قدرا واحد صالح لا يجد على الخير أعوان. فهمت بقى إزاي؟ فمش هتنصلح الحياة. فعلينا كل ده ندركه. كل اللمحة دي جابتها لنا منين؟ إن سابوا سيدنا سعد بن عبادة. شفت اللمحة دي؟ كان ممكن يعني زيد بن ثابت كان يسلم سنه أصغر، مع إن هو من كبار الصحابة من حيث الثقافة ويعرف لغات، يعني بلغتنا إحنا يعتبر سفير، لأنه كان يعرف لغة الروم ويعرف اللغات وكاتب وقارئ ومن كتاب الوحي وحافظ القرآن كله. بس سيدنا زيد بن ثابت، واخد بالك؟ زيد بن ثابت اللي هو جمع القرآن أيام أبو بكر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. لكن ساب سعد بن عبادة لأنه هو من جيل آبائه، فهو اللي يسأل. شوفكم دي حاجات معينة ربى النبي أمته على هذه الآداب. وجاءت العلمانية لما أرادت أنها تحارب الإسلام اخترعوا هذا المذهب عشان يخرقوا آداب الإسلام وضوابطه، بحيث الناس تنفلت يقوم إيه؟ يرجع الإسلام يصبح غريب بين المسلمين. بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. فهم؟ تيجي تقول لهم الأحكام دي الناس تستعجب وما توافقش، ولولا أنتوا بتحبوني ما كنتوش اتحملتوا الكلام. يمكن الكلام ده لو قلته في ميدان التحرير هيقول لك ده سيسة فلول اقتلوه، ولو رحت قلته في رابعة هيقول لك ده سيسة وفلول واقتلوه، لأن مش قادرين يدركوا المعنى. إن المسألة كلها إن نعود للضوابط، وإننا ما نغيرش ظلم بظلم ونريق دماء الناس، ولا أواجه الضرر بضرر أكبر. فهمت بقى المسألة؟ إحنا نرتكب أخف الضررين، ضوابطنا بتقول لنا كده، ارتكب أخف الضررين. فقبل ما أبتدي أعمل الحاجة أشوف لو كان إزالة هذا المنكر هيؤدي عليه ضرر أشد أو ما أقبله وأسكت. يقول لك هو أرحم من غيره، يقول لك نص العمى ولا العمى كله. لا، هما بقى دلوقتي العمى كله أحسن. يقوموا يهدوا بلادهم بأيديهم، ويبقى في جيش حر وجيش مش حر، ويصبح بعد ما الجيش كان كله يدافع عن بلده أصبح يقتل بلده ويهدم بلده بدل ما يهدم بلاد أعدائه. كل ده شؤم العلمانية. أنا بس أردت إن أنا أوضح لك معنى يعني إيه العلمانية وأصلها ومنشأها وملامحها في كل نواحي الحياة بقى، من أول ما تتفرج عليها في المسلسلات وتسمعها في الأغاني وفي الأكل وفي الشرب وفي اللبس وفي العلاقات البينية وفي السياسة. فهمت ازاي؟ فكل ده موجود. فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ هنا من الفقه وجوه، منها أن من أدب الدين أن يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام. ضوابطه كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام أولا. يؤخذ ده الوقت. أنت تشوف إيه في الزمن العلمانية؟ ناشط سياسي. عندك كم سنة يا ابني يا ناشط؟ 20 سنة. طب خلصت الجامعة؟ لا لسه. طيب نجحت في آخر سنة؟ لا، ده أنا صائب بقالي 3 سنين. واخد بالك؟ فاشل يعني في حياته، والفاشل يعني فقد الشيء لا يعطيه، ما يجيش منه نجاح إذا كان هو فشل في حياته الخاصة، فكيف ينجح الناس؟ شفت بقى الفرق؟ واخد بالك؟ يقول لك ناشط سياسي، ناشط حقوقي، ناشط مش عارف إيه، وتلاقيه فاشل حتى في علاقته بزوجته، علاقته بجيرانه، علاقته مع نفسه. طب بتصلي؟ بتواظب على صلاتك؟ علاقته بربه؟ طب اما بتستلف من حد حاجه بترد السلف ده وتؤدي، ولا بتاكل حقوق الناس؟ يقول لك لا انا ناشط حقوقي، وهو بياكل حقوق الناس. لما يستلف منك 10 جنيه ما يرده لكش، لكن ناشط حقوقي ما شاء الله. وفاقد الشيء لا يعطيه. فهمت بقى يا استاذ؟ كل دي خرجت الضوابط، ورجعنا بقى ايه للفوضى اللي هو الامريكان يقول لك فوضى خلاقه، سموها الفوضى الخلاقه. هو ما فيش حاجه اسمها فوضى تبقى خلاقه ابدا، لان اجتماع النقيضين والضدين محال عقلي.
احنا كنا ندرس في الازهر الشريف كده في الاصول يقول لك اجتماع النقيضين، لا يتصور العقل اجتماع النقيضين، والفوضى لا ينبني معها نظام، لان الفوضى نقيض النظام، فازاي تبقى فوضى خلاقه؟ ما تنفعش، فالتخليق محتاج نظام مش كده؟ لكن هم حتى ضوابط العقل السليم بيلعبوا فيها، فاصبح العقل السليم نسبي، يبقى ايه؟ ذهبوا للنسبيه المطلقه. فهمت بقى يا استاذ؟ لو افتح لكم الموضوع ده ممكن نقعد للفجر. نماذج للحياه هي النسبيه المطلقه، اصبحت في كل حاجه حتى في مناهج التعليم. يعني كان زمان مثلا يقول لك ايه؟ الحاجه اللي ما تعرفهاش قول لا ادري، من قال لا ادري فهو نصف العلم. دلوقتي يقول لك بليز جس، مالتيبل تشويس كويشن، بليز جس يعني ارجوك خمن واضرب كده يمكن تيجي صح. المسلمين مش كده، عندنا ضوابطنا، ما ينفعش ان انا اقول في حاجه اخمن، يعرفها يقينا فاقول، يا اما مش عارفها يقينا اقول لا ادري. عرفت بقى ان النسبيه المطلقه دخلت في التعليم ونظم الامتحانات كمان؟ فهمت ازاي؟ دخلت في كل حاجه. يعني انا مره دخلت علشان اخد التويفل زمان بعد الماجستير، قالوا خد التويفل، دخلت خدت التويفل ما ادريش، فلقيت كثير من الاسئله يقول لك في اقول لك كده بليز جس يعني ارجوك خمن، وانت وحظك بقى. وانا طبعا قعدت خمن، خدت 75% في اسئله كتير انا مش فاهمها، اهو بنفذ التعليمات بليز جس، وشاورت كده شاورت كده شاورت مش عارف ايه بتاع، لقيت نفسي نجحت وخدت. كانوا بيقول لك اللي يجيب 70% كفايه، خدت 75% وانا جاهل باللغه، فاصبح حتى الشهاده لا تدل على العلم. فاصبح دلوقتي واحد طبيب ما يعرفش في الطب، مهندس ما يفهمش في الهندسه، محاسب ما يعرفش في المحاسبه. شفت بقى العلمانيه المطلقه وصلت في كل حاجه حتى في التعليم وفي الايه؟ فهمت يا استاذ؟ هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ حتى في النباتات دخلت في اللعب في الهندسه الوراثيه، فيطلع نبات شكله فراولة، لكن لا في ريحة الفراولة ولا طعم الفراولة ولا فايدة الفراولة، منظر بس من جوه بره، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. يطلع لك مثلا يعمل لك الفلفل طول عمر الفلفل أخضر، يعمل لك جميع الألوان، فلفل موف وفلفل أحمر وفلفل أخضر، طب ما يجراش حاجة الألوان، طب دوقه ملوش طعم، كأنك بتاكل خشب ملاش طعم. فوضى خلاقة حتى في الزراعة، حتى في الزراعة. شفت بقى يا سيدي؟ هنقول ايه ولا ايه؟ ها؟ لا لا، من الابداع. خلاق يعني ابداع، يعني يجيب لك حاجة مبدعة يعني. فيقول لك ان القيود تمنع الابداع، فلا بد من انك تتخلص من قيودك عشان تبقى مبدع. فهمت ازاي؟ هنقول ايه ولا ايه؟ فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ هنا من الفقه وجوه منها أن من أدب الدين أن يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام، ده ضد الفوضى الخلاقة، لأن دي ضوابط والعلمانية ضد الضوابط، أهل ديننا ضد العلمانية. فهمت بقى ازاي؟ لأن ديننا مبني على الضوابط والآداب. يقول لك آداب الوضوء، آداب قضاء الحاجة، آداب الغسل، آداب غسل الميت، آداب النزول في السوق، آداب الزواج، آداب الخطبة، الله ده كل حاجة عندنا أدب، كل حاجة ليها قيود. ده ديننا ده صار غريبا في هذا المجتمع مع وجود النسبية المطلقة، لأن النسبية المطلقة هو عدم مراعاة الآداب عشان تبقى مبدع. فهمت بقى إزاي؟ منها أن من أدب الدين أن يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام أولا، يؤخذ ذلك من أن هذا لمكانته في الصحابة رضي الله عنه وعنهم، هو الذي ابتدأ الكلام والكل رأوا ما رأى هو، فالتزموا الأدب بعضهم مع بعض، وهو المعلوم منهم أن يتكلم الذي هو أولى أولا. ومنها أن الأدب مطلوب في السؤال، يؤخذ ذلك من قول سعد ما هذا، سؤال إرشاد لا إنكار. يعني ما هذا مش بيستنكر على النبي أنه بيبكي،
يعني هو أرشدنا يا رسول الله، إيه تفسير الحكاية لنا؟ أنت إمام الراضين بقضاء الله، فإزاي تبكي؟ هل البكاء ده، إحنا البكاء عندنا علامة من عدم الرضا، وأنت علمتنا الرضا، طب أمال إيه بقى البكاء ده؟ ده أنت إمام الراضين بقضاء الله وقدره، فهو عايز يستفهم، مش بينكر على النبي على فكرة، لأن النبي لا ينكر عليه شيء، يبقى ده سؤال إشارة وإرشاد وليس سؤال إنكار. يبقى الأدب مع الكبير إنك أنت لما تعمل تشوف منه حاجة تسأله سؤال استفسار مش سؤال استنكار، مش تقول له أنت بتعمل كده ليه؟ يصح تعمل كده لو أنت راجل كبير وشايب؟ لا، تقول له أنت بتعمل كده ليه؟ علمني. يقوم يقول لك حكمة عمله تستفيد بخبرة سنينه، فما تنكرش على طول كده. فهمت؟ كل دي آداب استقرت عند إيه؟ عند المسلمين. يؤخذ ذلك أن الأدب مع الأكابر أن يقدم ذكر أسمائهم أولا. يؤخذ ذلك من قوله يا رسول الله ما هذا، مش تقول له ما هذا إيه ده، مش بيعملوا كده في السؤال إيه ده. يا عم أنت بتتكلم لدرجة بقوا زي الهوهوة، اللغة طالعة منهم كأنها هوهوة، كأن حيوانات بتتكلم. لا، بالراحة كده، يا فضيلة المفتي، يا أستاذي، يا شيخي، يا والدي، لو كان في سن والدك يا أبي، تقدم الأول مقامه. ما لقيتش حاجة أقول له يا حج، حد واخد بالك إزاي؟ ما هو حج دي لقب من لا لقب له، واخد بالك إزاي؟ فتقول له أي حاجة يعني الأول عشان يبقى في نوع من الود، وبعد كده أسأل السؤال بغير إنكار، إنك أنت بتسترشد منه، تقوم تستفيد بخبرة من سبقك. يؤخذ ذلك من قول يا رسول الله ما هذا، فقدم اسمه عليه السلام أولا، ويؤخذ منه أن من حسن السؤال الإيجاز فيه. يؤخذ ذلك من قول ما هذا سؤال إرشاد، ولم يزد على ذلك شيئا. يبقى برضو الإيجاز في السؤال، يعني كان ممكن يقول له بقى يا رسول الله أنت بتقول أن الإيمان أن تؤمن بالله وقضائه وقدره حلو ومري، يعني ما نبكيش وأنت بتبكي، ايه ده حاجة غريبة قوي. ويبقى ده الطريقة دي ما تنفعش، ده مش ادب. فاهم؟ لانه هو اصلا التبس في ذهنه البكاء مع الرضا، هل يناقض الرضا ولا لا؟ والرسول قال لنا كده، فهو ما قالش الحكاية دي كلها، هو عارف ان النبي فاهم كل حاجة، فقال له بس ما هذا يا رسول، خلاص. يبقى الايجاز في السؤال مع الكبار اهل الفضل، لأن هم فاهمين من خلال هذا الإيجاز ما يدور في ذهنك. فهمت بقى المسألة؟ كل دي آداب تتعلمها علشان تخلق من إيه؟ من حديث النبي اللي بيحذرنا فيه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموا وراءهم. كون النبي بيقول لنا هذا التطور معناه بيقول لنا احذروا فلا تتبعوا، وعشان كده قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وفي رواية ابن ماجه تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي لا يفترقان حتى يرد على حوضه. لأن عترة آل البيت من العلماء تلاقيهم ملتمزمين بالضوابط، قاعدين طول عمرهم، واخد بالك، يعلموا الناس القرآن والسنة، القرآن والسنة، مش هيفترق لا القرآن والسنة هيفترق عن العترة، ولا العترة هتسيب القرآن، يعني عليك بالضوابط. فهمت بقى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.